FM. الكلمة ليك. أنا مش في وضع اليوم بتاع سيادة وطنية ناكل بيتزا ولا ناكل كسكروت. ناكل الكسكروت اللي عامله التونسي وما ناكلش البيتزا اللي باش تاخذ فلوسها اشترهم باش يمشي يخرج لبرا دوفيز. فهمت؟ لازم نعرف روحي ايش نحب توا. نحب نعرف روحي ايش نحب. عندي 750 ألف بطالة وفيهم جماعة بالشهيد وبطالة طويلة الأمد. شنو باش نعمل؟ يعني الانفجار وهم هذوما جماعة ما مش ياكلوا فيها البيتزا يوت ما يخلطوش عليها وما يخلطوش حتى على الكسكروت. دونك نكونوا واقعيين هما ما يخلطوش على الكسكروت. دونك نحسوا بهم ونفهموا اللي الموضوع هو ان ننقذ هذوما لا سوليداريتي ناسيونال لازم التضامن الوطني. هذوما الناس اللي تحب تخزر للفوق اخزر الفوق داكوردو. اما غدوه باش تاكل باش تلبس فيستا جايه من برا من سان لوران ولا دراشكونو باش تخلصها بدمها تدخل اما تخلصها بدمها اون تاكس على كونسوماسيون اللي تخلي فيها الفلوس للدوله. انا كنحدث فيك الناس هذوما المنتوجات نحدث فيك على منتوجات عندنا قدره نتاعها الانتاجيه نتاعها. المنتوجات اللي عندنا قدره انتاجيه نتاعها نخسروا مواطن شغل اكثر ياسر من المواطن اللي يقع احداثها. وقت انت تعمل تحل مول هنا مثلا باش تجيب كل منتوجات اجنبيه تخدم قداش 100 200 300 وحده حط انت كل منتوج منهم يتباع في الفترينه احسب له قداش سوايع عمل يلزمه باش يوصل غاديك تشوف روحك قداش كسرت سوايع عمل. الكلمه ليك.